السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم درت لكم ليميني تارت بالتفاح والبنان بعجينة مورقة، يجيو بنان وخفاف، حاجة سهلة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي زوج حبات تفاح كبار حجمهم، ولكن عندكم تفاح صغير ديرو زوج ربع حبات. هنايا عندي حبة بنان، مغرفة صغيرة تاع لافاني، ثلاث مغارف كبار تاع السكر البني، ولا ما عندكمش السكر البني ديروا ربع مغارف. هنايا كميه صغيره تاع قرفه، وعندي مغرفه كبيره تاع لا مارغرين. نبدا في التحضير. هنا كان عندي مقله خليتها تسخن، وغسلت مغرفه كبيره تاع لا مارغرين، وقشرت هذاك حبه تفاح ودرت له شويه قارص باش ما يكحلش، ونخليه به بالقشره. على بالكم التفاح بالقشر تاعو فيه فيتامين احسن. هنايا الدقيقه الاخرانيه قسمت هذاك البنان كما راكم تشوفوا، راني نخلط في هذيك الخليط تاعي، ومن بعد نضيف هذيك السكر. قلت لكم نتوما ولا مع ثلاث مغارف كبار تاع السكر البني، ولا ما عندكمش سكر بني ديروا ربع مغارف كبار سكر عادي. راني نواسي فوق هذاك التفاح والبنان هكذا، ومن بعد نخلط هذاك الخليط تاعي مليح. والنار هنايا مادا بيكم ما تكونش قويه باش السكر ما يعني ما يوليش الكراميل. نخليو يعني النار متوسطه، ونخليو التفاح تاعنا من داك نحركو. كي كنا النار قويه السكر راه ينحرق لكم ويمدد مذاق ماشي بنين. نحرك هذيك التفاح تاعي والبنان هكذا. هنايا راكم كما شفتوا كميه صغيره تاع القرفه، ماشي بزاف باش ما تكحلكمش، غير كميه صغيره. نخلط هذيك الخليط تاعي ونخليه يذوب. قلت لكم النار تكون متوسطه ماشي قليله وماشي قويه هكذا، حتى تشوفوا اللون تاعو يتبدل وهذيك السكر يشرب كما راكم تشوفوا هكذا. راه واجد معايا، نخليه غير شويه يشرب، ومن بعد نطفي الفرن في الاخير باش نضيف هذيك مغرفه صغيره تاع لافاني. هذيك في الاخير نكون طفينا النار. وهنايا نخلي الحشو تاعي حتى يبرد مليح باش نوسع العجينه تاعي. هنا عندي صفار بيض وسيت له مغرفه كبيره تاع الزيت، ومغرفه صغيره تاع لافاني، وهنا بياض البيض وسيت له شويه السكر، خلطته هكذا. هنايا لاباط فيتي كانت عندي 400 غرام ماشي بزاف، نتوما طبيعه الحال على حسب العائله تاعكم، لكن نتوما ديروا اكثر ضعفوا في ديك الكميه تاع التفاح والبنان. هنا راني نحلها نديرها رقيقه كما راكم تشوفوا، حليتها لاباط تاعي. هنا حكمت القطاعه، نحاول نقطع هكذا، نقطع ديك الدوائر، اما نحاول ما نخليش لي سباس بزاف باش ما نقعدش نعاود في لاباط فيتي هكذا. هنا لازم يجيو زوج 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 هكذا. هنا غير باش نوري لكم كنت قلبت العجينه تاعي من بعد كملتها هكذا، نوري لكم في هذا الزوج هكذا. نحكم بانسو، نحكم هذيك البياض بيض، نوسو غير في هكذا وفي الاطراف غير شويه ماشي بزاف هكذا، باش كي نوسو اختها فوقها ما تلحناش في الفوق. نوسي هذيك الحشو، قلت لكم الحشو ضروري يكون بارد هكذا في الوسط. نوسي كميه مليحه، انا واسيتهم حجم صغار، ولا حبيتو تكبروا في الحبه كيما تحبوا، هذاك الشيء يولي ليكم. هنا راني واسيت هذيك الثانيه، دائما كي تحكموها في يدكم حاولوا تجعدوها باش توسيوها في الطبقه الاولانيه. نحاول نضغط عليها باش ما تحلاش في الفوق كما راكم تشوفوا هكذا، نضغط مليح بصبعي باش يلصق هذاك بياض بيض. وبعد حكمت بوص ندير هكذا هكذا، نقطع عشوائيا يعني. هنا في السنيوة كنت في السنيوة تاعي كنت رشيت شويه ما وبسيت بابي كويسو. ها هذه هي الحبه هكذا، هما اللي يجيو بحجم صغار يجيو احسن. هنايا نعاود نوري لكم، بسيت بياض البيض، ومن بعد نوسيت كميه الحشو كميه مليحه. قلت لكم الثانيه دائما حاولوا تجعدوها بيدكم، وبعد تضغطوا مليح حلوها بالموس حتى تكملوا كاع الكميه اللي عندكم هكذا.
وانا يا بعد ما كملت حكمت هذيك السفر بيت، قلت لكم وسيت له مغرفه كبيره تاع الزيت وسيت له شويه تاع لافاني، نطلي الحبات تاوعي والفوغ شاعل 200 درجه، نخليه يسخن مليح، ندخلهم يطيبوا وما نحلش عليهم الفوخ باش ينجح لكم لاباط فيتي، ومن بعد لا نشوفهم طلعوا باش هذاك الوقت نقص الفوخ على 180 درجه ونخليهم حتى يحمروا لي، وراكم تشوفوا في السنيوه دات شويه ما ماشي بزاف هكذا، ونوريه لكم ان شاء الله جاهزين. هادو هما كي طابوا لي ريحتهم ما شاء الله، ويا ما ياخذوش وقت طويل في الفوخ، خرجتهم وقدمتهم وخليتهم حتى بردوا مليح، سخنت شويه معجون، كان عندي معجون تاع المشمش، سخنته شويه وطليتهم هكذا من الفوق باش يمد لا دوغور شابه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وملاحظه نقولها لكم كي تعاودوا ديروا لا بات فيتي سكري دائما وسيو نتوما على حساب لا كونتيتي تاعكم، ولا وسيتو 500 غرام تاع لا بات فيتي دائما وسيو معاها مغرفه كبيره تاع السكر باش تجيكم مذاق. هذا ما كان، وحاجه اخرى كيف كيف لاباط فيتي كي ديروها دائما خليوها تريح على الاقل واحد الساعتين واستعملوها باش تنجحوا فيها وتجيكم لاباط فيتي ناجحه، وكاين عده وصفات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا لي ميني تارت اللي وصيته لكم وتسيوهم ويعجبوكم، خاصه الاطفال يحبوا هذه النوعيه تاع الحلويات. ما عليا نقول لكم خليتكم على خير فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.